تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من وثائقيات سيلفي سبورت القصيرة اللي بتجيكم مني محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا في الأفكار وأشكال المحتوى. عشان هيك بقولكم اشتركوا فيها الآن قبل ما ندخل بتفاصيل موضوع مشوق مختلف شوي عن اللي بنعطيه دايما. ساديو ماني، هالاند، أوباميكانو، أسماء مميزة منشاهدها بتتألق هاي الأيام، بجمعهم جميعا إنهم كلهم مروا من مصنع إنتاج ريد بول لكرة القدم. جميعنا لما كنا صغار أول مرة شفنا فيها إعلان ريد بول انصدمنا من النهاية، في شيء بيعطيك جوانح، وأعتقد جزء كبير منا اضطر يشرب في إحدى الليالي الجامعية علبة أو تنتين من ريد بول عشان يقدر يسهر ويظل شاعر بطاقته ويروح على الامتحانات أملاً أنه يصير عند عقولنا جوانح في تلك الليلة. لكن مشروب الطاقة هذا تحول فجأة لعلامة كروية شهيرة في أرجاء العالم مع صعود نجم أندية ريد بول لايبزيغ، ريد بول سالزبورغ. فهناك توقعات بأنه لايبزيغ حيقدر يجيب الدوري الألماني خلال 5 سنوات على الأكثر، أما سالزبورغ فأنهى المنافسة تماماً في الدوري النمساوي، كل سنة عم بفوز بالدوري. فشو بيخلي شركة عملاقة مثل ريد بول تفكر بكرة القدم في شركة معها فلوس كثير؟ ليش ما راحت استثمرت في العقارات بالبرمجيات مثل ما هالناس عم تستثمر؟ في هذا الفيديو حنروح برحلة طويلة ندخل بالصندوق الأسود تاع عالم ريد بول لكرة القدم ونفهم شو بيعملوا. شركة ريد بول تأسست عام 1984، بتبيع سنوياً 7.5 مليار عبوة من مشروب الطاقة حول العالم، دخل السنوي بيزيد عن 6 مليار دولار، أرباحها السنوية الصافية في حساباتها 600 مليون دولار. مقر الشركة زي ما هو معروف النمسا، مدينة سالزبورغ. أي بلد أرادت تدخلها حققت النجاح فيها بفعل عمليات تسويقية عبقرية وعنيفة لمستوى يقال انه من دخلها الكبير بتصرف 33% على الترويج والتسويق. عشان هيك بنفهم كيف استطاعت عام 97 تصدم كل الامريكان وتذهلهم. دخلت امريكا بال 97 وخلال سنة واحدة سيطرت على 75% من حصة السوق آنذاك في مشروبات الطاقة. وأكيد بنعرف إنه ريد بول معناها الثور الأحمر، وهذا الشيء منشوفه بشعارها اللي بتقول الشركة معناه كالآتي: ثوران متحمسان يجريان يمثلان القوة، واللون الأحمر بدل حسب الشركة على الإصرار وعدم الاستسلام. خلصنا على ريد بول، تعالوا نرجع لسؤالنا: شركة بهذا الحجم والنجاح اللي تعرفنا عليه، ليه عم تدخل صناعة معقدة غير مضمونة مثل كرة القدم؟ حقيقة ريد بول لا تستثمر بكرة القدم فقط، فهي مثلا لديها شركة تسجيلات موسيقية ناشطة من عام 2007 في لوس أنجلوس، وفريقين فورمولا 1، واحد منهم فاز 4 سنين بجائزة السائقين والمصنعين على مستوى العالم، وعندها ناديين محترفين في الهوكي، واحد في ميونخ والثاني سالزبورغ، وأيضا هي بتستثمر في 11 رياضة منوعة حاليا. من هذا التنوع نقدر نوصل للسبب الأول في استثمارات ريد بول الكروية. جمهور ريد بول المستهدف عادة هم الذكور في فئة الشباب اللي بدأوا أو بيبدأوا حاليا رحلة بحثهم عن تحقيق أهدافهم في الحياة والتفوق المهني. الرياضات والصناعات اللي ذكرتها قبل ذلك من اللي هي بتستثمر فيها ريد بول جميعها بتتميز بأنه جمهورها معظمه شباب ذكور من الفئة العمرية المستهدفة، يعني كأنك بتقول من 18 ل 30 سنة. هذا بيخليك تفهم قصة قفزة فيليكس الشهيرة عام 2012 اللي قفز من ارتفاع 128,000 قدم وحطم رقمين قياسيين عالميين برعاية ريد بول اللي أعطته جوانح لهي القفزة. فهذه المخاطرة بحبها الشباب، بحبها الذكور أكثر من الإناث. يعني باختصار الهدف الأول من دخول ريد بول لكرة القدم تسويقي زي ما الكل متوقع، بس لأسباب أخرى حتصدمكم لما نوصلها. بدها تكون ريد بول من كرة القدم قريبة من الجمهور، واختارت كرة القدم تحديدا عشان تكون قريبة من الناس العاديين بعيدا عن فكرة الجوانح والرياضات الصعبة اللي كانت مسيطرة على أفكار ريد بول التسويقية في زمان. الهدف
توسيع دائرة المهتمين فيها وجعلها مشروب عادي تشربه للتسلية لما تكون زهقان مثل ما بتشرب الكولا أيضا، ومش بس عشان نضل صحيين أو نعطينا طاقة. وبكفي تعرف إنه 21% من الألمان اللي تم سؤالهم بعد صعود نجم لايبزيغ في كرة القدم ونافس على الدوري في سنة قالوا لهم بعد ما شفتوا لايبزيغ هل أنتوا حابين تشتروا ريد بول؟ 21% منهم قالوا نعم، لأول مرة بيكون عندنا شعور إنه والله جاي عبالنا نجرب ريد بول. هذا التسويق بيخلي النتيجة الطبيعية إنه كرة القدم الشعبية العالية تفيد المنتج اللي داخل فيها، أصبحت ريد بول منتج طبيعي للجمهور الألماني لأنه عم بيشوف لايبزيغ كل أسبوع، يعني معتادين على سماع اسمه ومن ثم شراؤه مثل اعتيادنا على الشركات الأخرى اللي بنشتريها دائما. وهناك دراسة أخرى أثبتت نجاح الفكرة في البرازيل أيضا، فبعد صعود فريق ريد بول للدرجة الأولى تبين نسبة البرازيليين اللي بيعتبروا ريد بول المشروب رقم واحد في بلادهم ارتفعت بشكل ملموس. السبب الثاني بسيط، أنا ناجح. في بدايات ريد بول كان انتشارها بين فئة الموظفين الطموحين اللي بيعملوا لساعات طويلة في المكاتب وبتغلبوا عشان يحققوا أهدافهم. هذه الفكرة ما زالت ملهمة لشركة ريد بول. اختارت ريد بول أندية واستثمارات رياضية ذكية، راحت على فرق مش مشهورة استثمرت فيها وكسرت هيمنة الفرق التقليدية. شفنا لايبزيغ عم بيتحدى بايرن ميونخ، وشفنا سالزبورغ عم بينهي شيء اسمه رابيد فيينا بالنمسا، ورأيناه بيسيطر تماما. أيضا بيعطوا الشباب فرصة كثير في الظهور، لاعبين مدربين إداريين. مهووسة ريد بول بتعيين الشباب في المناصب القيادية باستثماراتها الرياضية، وهذا برسخ إنها مشروب النجاح للشباب، وكأنها بتبعث رسائل لعقلنا الباطن أنا النجاح أنا بنجحك. وهذا الشيء بيخلينا لا شعوريا مع الزمن لما نشوف قصص النجاح الكثيرة، نشوف ناجلزمان الصغير ونشوف لاعب عمره 18 سنة عم بينشهر معهم، منقول خلينا نشرب ريد بول ممكن نصير ناجحين معهم. استنوني شوي خلوني أشرب علبة ريد بول عشان أكمل هاي الحلقة بنجاح. نروح على السبب الثالث وهو مهم جدا بالنسبة لريد بول ومصيري. الموضوع باختصار مصدر دخل جديد. في عام 2012 ظهر انه نمو شركة ريد بول من حيث الدخل يتباطأ. السبب زيادة التحذيرات الصحية منه وزيادة قوة السوشيال ميديا التحذيرية كأفراد من خطورة المشروب على اللي بتناولوه باستمرار. هنا أدركت الشركة مسألة خطيرة، احنا بنعتمد على منتج واحد علبة هالريد بول، هذا معناه لو زادت الحملات ضدنا وطلعت قيود صحية زيادة وضرائب تجارية زيادة لمنع انتشارنا فاحنا منتجنا حيتراجع بقوة، هذا خطر كبير على شركتنا. فكان القرار واضح، لازم نزيد مصادر دخلنا، استخدم أموالنا الكثيرة معنا الآن ونستثمر فيها بأماكن أخرى. فصدر البيان، لن نستثمر في الرياضة للترويج والتسويق فقط، يجب أن تصبح وسيلة لجلب المال، وهذا نجح فعلا. تشير التقارير أنه فريق ريد بول للفورمولا 1 بيأتي بدخل سنوي بيزيد عن 300 مليون دولار، وهو نفس الرقم المتوقع اللي لايبزيغ يبلش يجيبه لريد بول بحلول عام 22 وربما يزيد عن ذلك. ولو أضفنا أنديته الأخرى واستثماراته الرياضية الأخرى اللي موجودة بسالزبورغ والبرازيل ونيويورك بصبح لدينا رقم مالي كبير بيحصل عليه من الرياضة، وهذا ببرر هجوم هانز يواخيم فاتسكا الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند على لايبزيغ عندما قال هم فريق كرة قدم مصطنع بلا تقاليد، لا يملكون تاريخ في اللعبة مثل الأندية الأخرى، هدفهم الرئيسي ليس الرياضة بل ضخ الأموال إلى حسابات شركة ريد بول الأم. وهالأسلوب حقق نجاح مذهل مع ريد بول حسب مجلة بلومبرغ اللي بتشوف إنه هالاستثمار الرياضي حيساهم ب10% من دخل الشركة الكبرى خلال سنوات قليلة وبات سبب رئيسي لارتفاع أرباحها السنوية. ونختم بالسر الأخطر والأكثر سرية وتعقيد للأسف، ركزوا معي الموضوع بده انصات كامل ونقول بسم الله. جميع الشركات الكبرى مهووسة بشيء اسمه بناء القيمة، يعني لازم قيمتها في السوق يعني تقييمها بالسوق يزيد عشان لما يجيها مستثمر تحصل على أفضل عرض ممكن، وعشان لو قررت تطرحه بالأسهم تبيع بأغلى سعر سهم ممكن. فكرة أندية ريد بول لكرة القدم هي فلسفة أساسية لبناء القيمة. مثلا لما اشتروا نيويورك ريد بول في أمريكا كان بمبلغ 25 مليون دولار، الآن قيمته تقارب 300 دولار، يعني ربحوا هم بالقيمة 275 مليون دولار، رفعت قيمة النادي وبالتالي رفعت قيمة ريد بول نفسها بسبب نادي واحد موجود في أمريكا.
هذا النادي لو واصلت كرة القدم انتشارها في أمريكا حيظل تزيد قيمته بشكل تلقائي وعادي، وممكن يوصل مليار خلال 10 سنوات. لكن في الوقت الحالي تخيلوا قيمة لايبزيغ اللي بيلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، واللي قيمة لاعبيه التسويقية لوحدها 550 مليون دولار لهذه اللحظة. هذا جزء رهيب عم بتزيد ريد بول في قيمتها أمام أي مستثمر ممكن يجي. لكن في طريقة أخرى لبناء القيمة عم تلعب فيها ريد بول بطريقة شريرة ولكن مسموحة وذكية. تخيلوا نادي ريد بول البرازيلي وجد لاعب عمره 18 سنة، شاب صغير برازيلي، حينفعوا له راتب بسيط ويلعبوه معهم سنة، بتأكدوا من مستوى، بيرفع التليفون، ألو ريد بول سارسبورغ، لقينا هداف برازيلي مش طبيعي وهيو في الطيارة جاي لإلكم، القيمة اكتبوا أي شيء على الورق، محنا شركة واحدة. بروح على سارسبورغ سنتين، بيتعلم تكتيك الكرة الأوروبية، بيلعب بالدوري الأوروبي، بتعود الضغط التدريبات الجديدة، بتعرف على أوروبا، بتجهز. بعدين بيجي له التليفون الثاني، مرحبا جاهز، وين أروح؟ على لايبزيغ، على اللي بيلعب في دوري أبطال بشكل مستمر، على الفريق اللي بواجه بايرن ميونخ كل سنة. وهون بحمل اللاعب نفسه وبروح فورا على لايبزيغ وبنافس في أحد أهم الدوريات في العالم، وبرجع يلعب في دوري الأبطال وبترتفع قيمته السوقية كثير، وبيبيعوه بالنهاية ب 60 و70 مليون يورو. للعلم هذا السيناريو مش خيالي، حصل مع نابي كيتا اللي جاء من سارسبورغ لبلايبزيغ، أوباميكانو نفس الشيء، وأيضا لايمر، كثير لاعبين مروا من سارسبورغ راحوا لايبزيغ ثم يتم بيعهم. وبسبب هذا الهرم المعقد من بناء قيمة اللاعبين، برازيل، نمسا، ألمانيا، ولما بدك تعتزل منوديك على أمريكا، قالت ديلي ميل. المنطق يقول إن هدفهم المقبل هو الاستثمار في إنجلترا. يعني ديلي ميل بتقول تخيلوا لو لاعب من هدول، يعني تخيلوا واحد زي نبي كيتا قبل ما يبيعوا لايبزيغ لا ليفربول، تخيل لو لعب مع إيفرتون وتألق نفس التألق اللي تألق فيه مع لايبزيغ، ما كان حيباع ب 60 مليون، كان حيوصل 100 مليون، لأنه حيكون متألق بأغلى دوري قيمة تسويقية في العالم. وهذه فكرة غير مستبعدة للعلم، وطلعت إشاعات كثير إنه ريد بول عم بخطط يشتري نادي درجة أولى مش ممتازة، يعني مش بريمير ليج، تشامبيونشيب في إنجلترا، أو درجة ثانية في إسبانيا، وربما ثالثة حتى في إسبانيا، ويصعد فيه بالتدريج، عم بدور على شيء يركبه برأس الهرم فوق لايبزيغ. باختصار هي مجموعة هائلة الحجم، عندها أموال كثير، خايفة على مستقبلها بسبب منتجها اللي بلش يتحارب صحيا، وبتعرف الرياضة فيها أموال، بتعرف الرياضة فيها قيمة تسويقية هائلة، وفيها مشاريع عديدة حاليا عم تفشل، لكنها بتتميز كريد بول إنها عارفة خلطة النجاح زي ما عرفت خلطة مشروب الطاقة. بدوروا على مشروع متعثر أو منطقة فارغة للاستثمار، بضخوا فلوسهم، بجيبوا المعرفة اللي تعلموها وتراكمية، وبعينوا أفضل الخبرات، وبضعوا فلسفات ذكية للنجاح بيطبقوها، بيرفعوا قيمة شركتهم، بيزيدوا دخلها، وبيخلوا منتجهم أقرب لقلوبنا، وبيجبرونا نتكلم عن مشروب بين قوسين غير صحي في قنوات رياضية بشكل مستمر. وهذه باختصار سر ريد بول في كرة القدم. بذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب، وبتمنى تعطونا رأيكم بهذا الوثائقي، والسلام عليكم ورحمة الله.